السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. ناس تروح بوي مكان حديقة مكان شيء، وانا اليوم جاي سيد البخار. كيف الحال؟ كيف انتو؟ انا بخير وسهالة ولا اشكو من باس. واول ما جيت بوي سيد المطبخ ناش مخر، اذان الظهر يدن وانا انش مرداد. انا ارقد الله يحفظكم عقب ما صلي الفجر، عقب ما صلي الفجر أرقد واموري طيبه وكل شيء زين وكل شيء فنان. دخلت على حفير لانه جالس يسوي شوربه كويكر. نحن هاي شوربه الكويكر ما نسوي الا شوربه كويكر طول شهر رمضان، شهر 30 ليله ما نسوي الا شوربه كويكر. شوربه الكويكر نسوي على الحمه العيد، يقطعون الحمه على كبر الرايبه هالكبير، حمه العيد على هالكبير. هاي الحمة العيل تتنظف وتحمسها ويا البصل لين هذا منها أنا ما تشوفون تحمس لين تصير تاخذ وتعطي اللي حتى غبر هذا حتى وتصير لين تاخذ وتعطي وتغدري حتى رقم واحد. لازم شيء بلية ما تحمسه ما يغلي فنان. الحين شو داخل الحفيظ هذا؟ البصل ثوم واللحم فلفل أسود بس ما شيء ثاني. طماط والفلفل شوية. هاي الحين شوربتنا يوميا من استوت الدنيا ما نسوي الا هن الشوربة. وانا ساعات والله تهلع على الحمة يوم نذبح ذبيح صغيرونه ولا عيل، يقطعون بدال اللحم يتسوي كرشة عاد تكون منظفة معدلة نفس الطريقة لكن كرشة، لكن البيت ما حد يطيع يقربها هاك اليوم الا انا بس جليل اللي عيبهم كرشة. حفيظ قال لا الطماط نحن ما نعقها النمونه. حفيظ تضربها بخلاط طماط، الطماط يضربها بالمشراخه خليه صلصل منو فيه هيبه فيضربها بمشراخه، فمن يشرخه ويتعاين صبه على الحم. حب اصوركم اياه ما شيء شغل، اخير لكم من شرق وغرب وعندك دونه. هذا حد داخل ما يعرف النمونه. عناية هذا منو هالعود؟ السلام عليكم. السلام. هالعود منو؟ ها؟ مال مطعم؟ ما ايه زين. شكرا. عليكم السلام، كيف حالك مطوع؟ عيد مبارك. شو اسمك؟ نواف. ما شاء الله عليك، الله يا نواف بارك الله فيك. شكرا شكرا. اقول لكم هذا الماشي الحين اللي يستعمله، هذا الماشي اللي اقول لكم عنه هذا الموتى. ماشي ما شو بقول لكم، وقفت الرمسه فيم. هي الرمسه فيم الرمسه كم هي دايم شديد، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم شاشه. أدري إني تأخرت عليكم، وعدنكم اليوم، لكن اليوم اتصلنا في شركة قالوا الكمية اللي أنت طالب منها يا خالد أنا طالب 20 كيلو. 20 كيلو هاي قالوا لي باكر بيكون زهبات. أنا ما بروم أشرح لكم موضوع هذا اللي يخف نسبة الملوحة أو ينهيها من التربة إلا وجود العنصر والدواء يكون موجود عندي. المركب لازم يكون موجود عندي وخلاف أرويكم طريقة استعماله وعلم اخبره. كان عندي وقف الحين طلبت كميه، لين توصلني الكميه بصور برويكم، لكن بدون ما توصلني الكميه ارمس وانا ما بشيء قابضني بيدي ما شيء فايده. لازم الاسلمي يوم بيعطي يكون شيء تحت يديه، عنده معلومه مقتنع فيها، عنده شيء بيمد به موجود في جيبي. هاي الساعه بقول اني بعطي لكن ما بموجود وارمس مني والطريق ما اروح. ان شاء الله بحل ما تنام عيني. رمست المهندس قال لي ان شاء الله بكره بترياك من الصبح الساعه 8 لين الساعه 2 بكون اترياك في المحل، بسير وباخذ السامان وبييكم بي بالبيت بشرح لكم طريقه الاستعمال وكيفيه الاستعمال والمقادير وشو الفوائد وشو الخواص وشو اللي الانسان بيستفيد من هالمركب وهالمنتج. منتج فعل السحر لكن اذا استعملته بانتظام واستعملته بقدر معلوم وبطريقة صحيحة
رب العالمين بيسر لك امورك في كل زراعك، لانك انت بتسوي شيء ينظف العروق، شرات اللي فلترها يخليها تتغذى، شرات اللي يخليها تتغذى، يعني تستفيد من الاسمده اللي انت تحطها. الشيء هذا اللي بخبركم عنه ان شاء الله، هذا كله بيكون بكره. ها ريدي؟ مثل ما قلنا لكم طريقه، لازم اهم شيء اللي بيسوي شيء ما يسوي مال هوي هوي. اللحم اول بادي يتقطع صغار صغار، صب يتقطع صغار صغار وينغسل زين ما زين، وعقب يحمس ويا البصل والثوم والاشياء اللي على حسب الرغبه. من يصير ويغلي بهالطريقه، حطوا عليه ويا الطماط مضروب المشراخه، مشراخه الكهرباء هاي مو لينكس، وخلاص حطوا عليه هذا. حطيت ملح؟ تحط الملح والبهار على حسب الرغبه يعني، والطماط هذاك صلصل وتمرجه، وعقب التمريج تطالع الحمامة تصير وتنضى 70%. عقيت عليها الكويكر اللي انت تباه. شو نوع كويكر مالنا نحن عفيف؟ هذا نوع نحن الكويكر اللي نستعمله كابتن، هذا نستعمله حق الشوربه. كم خاشوقه هذا جذر الشد؟ انا ساكل لي واحد قوتي كامل خيبه غلط، انا بحق حمامي. يلا ما الله ثانك يو. كم تخلون اوي خلون ابوي على الضوء، ضوء قاصره، ويطبخ ابوي على الدوبة ليه ساعتين ثلاث ساعات. كل من ابطأ على الضوء كل من طاب الكوكر، كل من ابطأ على الضوء كل من طاب. حد عاد من العرب يقطع خلاص اخذ شيء كريبتا او يحط كرافس اللي تبغي من الاشياء اللي تنكر. انا مثلا ما احب اخلي بس كويكر وكزبر وبقدونس وبلالها في الحمص خلاص تحت الحين ويا اللحم هذا الحمص الكزبره يعني يحمس ويا الثوم ويا البصل ويا الاشياء هاي. بس انا ما احب احط كرافس وكرافس الاشياء هاي في الشوربه غير شرط مال الدخاتر. يلا ثانك يو حبيب. السله اللي تشوفونها حاطين فيها دله القهوه البارحه وشادين اليوم نحن سايرين دبي. وهاي بتصبح تمسي في المطبخ، ما يابهم اللي هناك في الستور يظهرون من هاي اللي في المطبخ، وقابضة ريحة السمبوسة والبكورة والبصل والثوم كله فيها. يوم دخلناها في روزريز مع الهلال وبغي عق الدلة ونحن في نص الطريق خيستنا ونحن متروحين ومتدخنين جايب لنا البصل والثوم لين عقر دارنا. قال لا 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 وهي برمسة أبا ينسى ما شي فايدة. لين اخر شيء ابوي قلنا له الحين نتعهد لك ان خلاص بنعقها، ومن قلنا بنعقها ابوي نسى الموضوع ما وعينا. اليوم وصلنا البحث الليل نزلناها، عاد الحين هاي مصير هالعق. والله جلبت بيني وبينكم ريحه السياره كلها عاصمه بكوره وسمبوسه على هالملوان. نحن ابوي نحن كل يوم على هالملوان نحط ابوي الريحان في هاي الباصات مزهريات شوفوها وتعزم بريحة المكان إلا ريحان ومشموم. هي نعم أخي ربي من بخيل مال مخاسير وبيزات وعندك يعني. يلا بنام خلاف عادة الحين وقت عادة أي سقرة وخلاف تعرفونها شغلتي هي يومية هي. مرحبا محمد مطر، إيش حالك؟ نعم أبو محمد. يسلم عليه خالد الخالدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو رايك في الحمسة اللحم اللي مسوينها؟ اوف انا يعجبني الانسان اللي يطبخ، لازم يعطينا من ثقافة الطبخ الامام. بيض الله تويها. نعم. قال بيزور عمان عقب العيد بعد ما يرجع من تايلاند. حي والله ننتظره، عمان ترحبوا بنا. بيض الله تويها، انت وين رايح؟ وين ساير تو؟ لبريمي. شو سويت اليوم؟ اليوم اشتغل صباح يعني احنا برا من الصبح؟ صباح صار 12 ونص انا بيجي بس على 3 ونص. شو سويت تعال يعني عبدالي؟ مني هي جاي انا صباح بندت نقالة. هي اي نقال حربان؟ هي انا بندت يعني زيادة بندت شوية بعد في اي حربان انا صيب بندت بعد امسك هني ليل هناك بصيب بروش. ايوه خامل هي تعال نقال كل مكان صويب الشرب بليل صويب قليل شيء ان شاء الله
شو اخبار؟ الحمد لله بابا تمام. كل زين؟ كله زين يا رب. الحمد لله. نفرات زعلان يقول ليش ما يركب ضروس حق شامبي؟ الشارع ركب الشارع. متى؟ انا اعطيك فلوس الشارع. لا انا بركب لك. انا الشارع رمضان خلاص؟ اي الشارع عقب رمضان. زين؟ الحين ما اقدر يرسمون بابا. شكرا للمتابعة ولل للي تابع دوم يعني ما عارف عاد ريال ولا حرمة حروف مكتوب أرقام يقول لي وين مخدات أم كلثوم؟ في خاطري أنا روحي ما لاحظت روحي والله يا بقني أني ما لاحظت أن أم محمد عكتن أو نفذت المكان. كيف يعني حد يروم يركز بهالطريقة؟ سبحانك يا رب. المهم هل هذا التركيز زين ولا ما زين الله أعلم، لكن يعني زين تذكرت. اي والله استعيبت روحي شيء عجيب غريب. اقول لكم اليوم بيفطرون عندي ناس جايين من الشارع. لا وبشيركم قاعدين ترى ابوي ما نبغى احد تصورنا تصورنا قلت ان شاء الله. اي نعم بتصورنا قلت ان شاء الله من عيني. لا بس انا اصور لي بتصوير صورت واللي ما يبقى اصلا ما عزم على حد. انا شباب اقول له بصورك بصور بيعطيني بيزات ما اصور انا قبل ما حد روحه يطلع. يقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوني من عقب الساعة 6:30 يكون وحالي أمشي يكون وحيدي أمشي لأن ما برمى أظهر من الوقت بعد لأن الشمس أظهر. أنا أمشي الساعة 6:45 من 6:45 إلى 6:30 غاية زين الحمد لله. هو إنما بيلس يبوكم من غير رياضة بعد ما يستوي. هي والله روح الجيم والله ما صرت أكثر من 5 أيام الحين. فإن شاء الله اليوم بمشي وخلاص من يسيرون إني بسير الرياضة. قولوا إن شاء الله بعد يسيرون من وقت أكيد يسمعون بالعمالة ترى مثلاً أدري بهم يسمعوني وأدري بهم إنهم ما بيتقرون وايد يجلسون بعد ترى هذا كله سوالف. شكراً. هم قاعدين أصلاً ما بيتصورون فلذاك ما حد يعرفهم هم يعرفوننا في السم روحهم. طيب اليوم 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 فوق الدياي. شكراً يا حبيبي. Thank you. اضرب جولب الساقب هذا ساقب ايوه هذا ساقب ايوه طيبات وجولبونه فوق تحت فوق تحت فوق تحت. يلا 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 انقفر انقفر هذا الساقب وريدي مره قايته هدمم الخرس يسوونه الساقب لازم يغني في غل يطيح في غل شرات الحلوه. ها هذا قوام الشوربة هذا قوامها شوربة الكويتر شوربة هذه غريبة قوامها ما يخلونها غليظة شرات الهريس. لا ترى اسمها شوربة هي اسمها شوربة هذا اسمها هريس الهريس هذا أجد الهريس هاي لا هاي شوربة شوربة هالنمونة. نحن جايين حب بر بعد من عند عايض بنيربه إن شاء الله بكرة بنحط بدال الكويتر بنحط حب بر. أبو يحيينة دواركة تتلقى المعلومات والتعليمات من أم محمد. أم محمد ما في البلاد بتأخذ التوجيهات منها وتخبرها بخصوص بخصوص ال بخصوص العرب اللي بيجون. ضيوف. هي. Thank you دواركة. Yes madam. Yes. يا سلام. Yes. Yeah I make a seat already. شو مدى؟ سوري؟ هذا داك أرارة من فوق مدى ماذا فوق هذا؟ أرارة خصوصي أرارة خصوصي جولد جولد؟ هي ما تشوت يا سار أوه ماي جود مدى we already give her a piece no go change no problem. يلا هاي النقامين يعني إنه مش هاي ينقمون هاي الضيوف بالذات النوع هذا من ربعي هاللي جايين نقام العجب ولا الصيام في رجب بينقمونك بيقولون بيقولون مدام انا مربيه اتس اوكي هب مربيه محلبيه 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 ميك محلبيه هب مربيه. اليوم صباح ما يس مرميه يس ثانك يو يس يس اقول لكم هذا ترى ما فهمتوا هذا شو اسمه هب هب فينتو
هذا عندك شيء ساعتي اوكي ما جاء هذا ما بنتو هذا شو اسمه مو هاك الحمر نحن هني بنفطر اليوم ان شاء الله هذا فطورنا نحن هني بنيلس وخلاص بنصير بالميلس اللي هناك وين ايلس ناكل تحضيري ها بالتحضيري التحضيري هي كل هذه بالمطابخ شو اسمه بس المتعارف عليه هاك مالي اللي احب ايلس فيه خالي ها بالازاز نحن هنا فطورنا هني بيستوي بس ما عندي سالفه بس برايكم تم الشوت هذا نبوي حراره تم الشوت الحين بيحطوا لنا فيه هريسنا وسماننا وكشارنا ثانك يو مرحبا هلا بالحجمك كيف حالك؟ تمام رقم واحد رقم واحد قول الحمد لله الحمد لله يلا بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عاش 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 اضرب اضرب ما تضرب هاي يقولون حد من العرب شرات الهريسه ما يطيب الا بالضراب اي نعم حد شيء من الجنسيات يقول لك ما تطيب الا بالضراب شيء من الجنسيات هذا كل حد يعرفه هاي الجنسيه ما تطيب الا بالضراب شرات الهريسه فلان والله من الفلانيه ما يطيب ما بيطيب الا بالضراب هذا هاي من كلام بينقال من سنين عادي عظم 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 أيوة أيوة بارك الله فيك شكرا يلا عادي يلا أضرب ما تضرب أضرب يلا يا سنة أصور أي سنين خطفة القيقة وخطف الدنيا وخطف الوقت وخطف الدهر وخطف المكان الزمان المكان طير هندي عندك ما عندي عندك طيارة ففيها الخسارة ويا طير هندي عندك ما عندي عندك طيارة فيها الخسارة ايوه عمر غني هلك ويش بعد بروش نوع الساقة وين استعمل ساقة ابو شراع ونوع حب الهريس حب الهريس مال دبي نور نستعمل حب الهريس مال نور هالي يونيت الصفراء رقم واحد ما ياخذ طباخ وايد وحبت تغدي بيضة شرات البرار رقم واحد هذا هريسنا الحين نور نستعمل ولحمنا ابويه تعرفون وين ما يبغى الكلام ترى والله مبدعاي ما اعرفهم لا اعرف ابويه النور ولا شياته يا غير سؤال ولازم اجاوب عليه مش غلط يعني النصيحه زين والواحد ياخذ الراي وياخذ ويعطي انا بدل الدنيا كلها بش اسمه حليل هالصغيروني باي باي تدونك بواحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خلينا هاي السبعة حين أشل بعدني اثنين منهن أشل منهن اثنين بعدني أخلي خمسة هنا فوق عن الخمسة ما أخلي لأن نحن مال بيع نحن بويل اللي خطف ويبا يخرف ويبا يأكل حق الصاحب والصديج وعندك ودونك هي نعم ولا ما بمال بيع ومشتار هكي تكود وتخلي ابوي تغدي الحبه صغيرونه ندوكم ندوكم سبحانك يا رب شوف النفته وين جايه الحين عاد هذا موسم السدر هاي الحين اللي فيها كله سدر عسل سدر سبحانك يا رب اللهم لك الحمد عليكم السلام كيف حالك نمبر 1 ترك اليوم يعني مش كل يوم يعني يمكن من هالرمضان صار وياي يمكن 5 مرات وهاي المرة السادسة وما يطيع ترى يطيع يسير وياي إلا بضرابه الشمس محمد الشمس كلها وإن ما يقهر الشمس ما يقهر سلام عليكم إيش حالك بارك الله فيك الشمس ما تسوي لون برونزي الشمس مشكلة تحرق لا لا بسم الله عليك لا لا هاتي البشرة أبو إبراهيم إنزين وصلنا المدرسة المدارس الوطنية وإن شاء الله إني بارد في خلال 35 دقيقة بعد جلي صفن 10 وإن شاء الله إني أوصل جماعة بعدهم الضيوف ما أوصل بعض يكون واحد لي أرش عمري بقطرة ماء أقول لكم أنا يكون عندي فضول فضول قوي زيادة عن اللزوم أريد أعرف هل العرب اللي تدخل حساباتي أنا وحسابات غيري كان في الانستغرام ولا في السناب على الخاص ويحطون كلام ويكتبون كلام طويل عريض يعني يتفيق لمدة 10 دقائق الرسالة ساعات يعني
طول تشف الرسالة ولا سقراها ولا كلمة ولا كلمة طيبة، كل كلام خايس مقطن ما يتشاهد، سب وطريقة قذرة 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 قذرة. حتى اللي بحياته ما شاف أوادم، لو بعدني جات الثلثين طايفته ثلثين طايفته، والله يا أبوك مار مسح رمسه. ما أدري يوم أنت فيك قوة لين هالدرجة وفيك طاقة هائلة من البغض والكراهية لشخص ما تعرفه، أنت ما تعرفني، كيف تتكلم بهالطريقة؟ كلام خايس والله، تلثم عني البنادم، تلثم عن كلام. أنت حين فيك قوة العفاريت هذا كله، القوة الطاقة الهائلة، أنك أنت تكتب الكلام هالخايس كله وتحصل جميع الأثم، وتحصل جميع يعني في احتمال أن هالتكات اللي بيرد عليك أو ما بيرد عليك. يعني ليش ما تفضل أنك أنت تكتب الكلام الطيب، أو ما تكتب، أو أنك لا تكتب بالكوفة، أو وجه كلامك هذا العدو، عدو لبلادك، عدو لمجتمعك، عدو للدين، عدو هذا سم هالنموذج. حط طاقك هاي وحيلك وقوك هذا معلم عاير كله في شيء يصلح الدار والعباد والبلاد، ينفع دارك، ينفع ناسك، ينفع عربك. هذا بتفتش طاقك وبتفتش الصوع اللي في راسك كله. شو تباني انا ولا غيري تدخل حساباتهم وتعايرهم وتسبهم ولا لا 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 لا، شو عليهم الطروق؟ افترض انك كتبت ابوي كلمه او عشر كلمات، صفحه او عشر صفحات عباره انك انت وجهت للشخص هذا عشر طلاقات، الشخص هذاك بيرد عليك بالمثل. نفترض ما رامي سبك هالسب كله، لكن سبك مسبه وحده، عباره انت اعطيته عشر طلاقات وهو اعطاك طلاق واحد، لكن ما بمعناه انه خذ بقضاء وعطاك لو طراق واحد، عطاك طراق واحد يسدك لهم ضربات. شو تبال طراق هذا انت؟ الله غان انك عنه. لو انك عطيته 20 طراق برايه، عطيته 20 طراق، لكن انت بالمقابل خدت طراق واحد، كان بامكانك حتى الطراق هذا ما يجيك. فلذلك اترك الذنب ولا معانق التوبه. نفترض ان قوه المعاير وحد البيعارية عندك إلى مرحلة 4/10 أو 7/10. الشخص الآخر اللي أنت دخلت حسابه هذا قوة الرئيس اللي عنده 10/10، دخل وسب أمهاتك ويداتك وخالاتك من وين جيت وتنديت. شو ذنبهم هاي لاك الفقارة أنك أنت جنيت عليهم وخليت واحد مني والدرب يطري شوفاتك ويطري هلك لجل انك انت ضعيف في المعاير، هذا تفوق عليك انت. شو بتجني شي فايدك انت حين يوم تدخل الا السيفلي والترسلك، السيفلي والترسلك. هل هي هذه مرايل؟ هاي مش مرايل ابدا، مش مرايل. احفظ لسانك واحفظ بيتك وهالبيتك، ويلا سبوي في ميلسك، وسر وين تبى، وسر ودر عنك المعاير اللي ما يوجف، او ودري عنك المعاير. هالمصر بارك الله فيهم يقولون الشتيمة بتلف وترجع لصاحبها. باللغة العربية الفصحى الكلام صفة المتكلم، يعني أي كلام بتحطه في الآدمي هذا ولا في الآدمية هايش كلها صفاتك أنت، صفاتك أنت تأخذ وتكود في اللوادم لأن موجود عندك. هاي اللي ما عندهم فقارة أنت نشيت وكوت فيهم بالمزماة. شخصية الإنسان هذا ذكر أو أنثى اللي كاتب الرسالة اللي فيها المعاير، أنا أقدر أحدد أصله وفصله ومن وين ومن ثنته وين عروقه نشت وانتشت مجرد من أقرأ السطر الأولي، لأن طريقة كتبته مستحيل يكون ولد ناس وعرب وقبائل متربي مستوي في بيت ناس مسلمين عيال عرب يكون لسانه قدر، مستحيل. وبالأخص في بيئتنا نحن، بيئة الإمارات وبيئة الجزيرة العربية، ما يتفوه بالكلام الخايس إلا اللي ظاهر منبت خياس، مستحيل ولا شك 1% اللي يتفوه بالكلام الخايس إلا إذا أنه تربيته خايسة أو ظاهر من بيت خياس أو مستوي في نص خياس أو عايش في نص خياس أو الكلام وايد يطول شرحه. ترى المشكلة هالشوحينة، المشكلة مشكلة الأخلاق. الأخلاق ترى ما تنشرها
الأخلاق ما تنشر، لا تشتري الأخلاق لا الفلوس ولا الجاه ولا المنصب ولا الوظيفة ولا الدراسة. الأخلاق شيء لا يقدر بثمن. دخلت أنت من حسابك روحك وعلق تعليق خايس ما يتشاهد، أهم شيء هذا اللي تحته ثلاث نقاط ثلاث خطوط، تعليق خايس ما يتشاهد. زين أرباعك كلهم أبوي عرفوك والناس كلها عرفك أنك أنت كيف لسانك خايس، معناته أنك إنسان بيعاري ومجاهر بالمعصية، أنك أنت إنسان تحب تعاير وتبى الناس تعرف عنك أنك أنت بيعاري، فأنت تتلومس بهالموضوع أنك الناس تعرف أنك أنت ملسون ولسانك خايس وتتكلم الكلام القاصر. أما أنك تدخل من حساب وهمي، فأنت حين زدت الهرموز ملح، زدت الهرموز ملح عبارة أنت حين جبان، جبان ما بلا جبان بعد، جبان وجليل أدب، جبان يا خواف ذروق، هاي يسمونه الذروق اللي يتروع من ضلته. أنت أو أنتي بإمكانك تختلفين أو تختلف مع الناس كلها، لكن ما في داعي للإهانة، ما في داعي للمعاير، ما في داعي للشتيم، ما في داعي للمسبة، ما في داعي حق الكلام القاصر، ما في داعي حق هذا كله. بإمكانك تختلف وياهم، إرضاء الناس آية لا تدرك، ما حد يوم يرضي كل الأطراف، لكن بدون تجريح، بدون سب، بدون كلام قاصر، بدون كلام ما لمعنى، بدون كلام تتحاسب عليه عند رب العالمين. ترى لا شيء، لا دين، لا حديث، لا همك الله، لا عندك، لا إليك، ما في أي ديانة من الديانات السماوية صرحت لك أنك أنت تسب. السب هذا والقذف والمعاير، ما في أي دين في الكون من الأديان السماوية من استوت الدنيا من يوم نزل سيدنا آدم إلى يومكم هذا، إلى حين خاتم الرسل، ما يدين يقول لك أنك أنت تسب اللوادم أو تصريح سب وتكلم وقول اللي في خاطرك، ما في أي دين. ما شاء الله على هالبيت مازينة، أول ما تطيح، أول ما تطيح من بطن أمك وتقول وين هذه، تطيح بخصلة الإنسان الجيد، ما فيك أي شيء من الخصال شينة، طايح بيور نظيف نقي نقي رقم واحد طايح. يا غير شو اللي خربك؟ البيئة اللي ربيت فيها وتربية هلك لك أنت هي اللي تدمر حياتك. كانك ظهرت متدمر، لو لي يظهر العدل لهله يجيدون تربيته، يقولون ونعم فيه وفي من رباه، ونعم فيه وفي من رباه، ما بيقولون والخيبه والنيبه تخيبه من وين يا وتنتى، عن الله تبطن سبحت فيه وعن الله تأبن نسلك. ها تبه النمون انت، يقولون لك العرب يقولون عن الله ظهرا انت سلت منه وعن الله تبطن سبحت فيه. جبت المسبه لهلك انت. المراد علينا حينه بالكلام اللي هو فيه الفائدة، كلام اللي قلته وكلام اللي تلفظت فيه، اليهن ولا الزيد ولا العبيد ولا فلان ولا العلان، هذا يدل على شخصيتك، هذا حمدون وهذه خلاجينة، هذا هو أنت. الكلام القاصر يظهر من الإنسان القاصر، والكلام الطيب يظهر من الكلام الطيب. نافخ الكير، نافخ الكير، نافخ الكير يأتيك منه شو؟ الريح الخبيث والشرار، وصانع المسك يأتيك منه الريح الطيب، هرائي العطر يجيك منه كل ريح طيب. شباهنا هذا ديتوها سير لها ياور هنا اللي بسنداته طنقو 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 شرار ولا هو بريح الصهوار ولا لا لا لا، شباه أبوي بسير وين الريح وين الأطياب وين العطورات وين الشيء الزين عند العرب الطيبة. بس عاد عليكم ابوي هذا الريال يارنا، هذا الريال يارنا الله يرحبك على فطره. زين وياينا ابوي ضيوف، ضيوف هايل، هذا واحد يا مرحبا يا هلا خالد، هذا الثاني، هذا اثنين تم عوازم، عوازم هلك وي والله مليون مرحبا، مليون مرحبا بكم، شرفتونا عليكم رفجه الحي والميتين ورفجه هالمتابعين كلهم، انكم تفطرون عندي والرخصه بناخذها من ريالكم. هذا ابوي هذا بالشور عندك. اي نعم، بس بس يلا يلا يفهم البيت تريا، يلا انت لاقى البيت، يلا مرحبا، يلا مش ابو ابراهيم مش مهم بيون يا جماعه، بنفطر ضربه هناك في البيت ويا الخطا اللي جايني. هذا موضوعنا، موضوعنا ان باكر في تتمه للسوالف هاي، لكن
موضوع شبيه ان شاء الله انه باكر بعد عليكم اول الله. نسيت اخبركم انه بيفطر اليوم، بيفطر عندي ابراهيم توفيق. وصلت اول داق لي تليفون محمد تراني وصلت، قلت تخل ميلس. مرحبا يا مرحبا بالورد، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا مليون مرحبا ابو توفيق. شفت الجماعه هاي ضيوف، هاي من اهل الكويت، هذا ابو ابراهيم الظاهري من هي، ها من هل ابو العيب. واليوم صدف ان الله راد له بعد يتلاقى وياكم ان شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك يا حماد. شو اخبارك في ذمتك؟ شو كان سؤال الجماعه لك؟ والله قالوا لي كيف اعرف ان احنا عوازم؟ ترى العوازم لهم لهجه روحها، لكنه خاصه في اهل الكويت. العوازم ها صدتنا بسرعه. هي هي العوازم والعوازم وبني هاجر، كل طائفه في الجزيره العربيه لها لكنه تقدر. حتى العداوين عندهم في الكويت لهم لكنه، ذكورهم واناثهم، ما يعرفه الا ابن عمهم، وانا ابن عمهم تراني خالدي. مليون مرحبا. يا مرحبا بولد احمد، يا مرحبا بصلاح، يا مرحبا يا مرحبا. قم عاد اسلم، هذا ابراهيم صلاح. شفته؟ مرحبا. وين شفته؟ حازون شافك في النت قبل ما ي... سلم على العرب صلاح. متى؟ متى؟ زين ما علي، جيت سلمت علينا، سلمت على ابراهيم، تقهوي بس بس يا رحيم، ماشي مشكلة. شو مشكلة كنت الحين؟ المملكة خلينا تريات، الناس يقولون وين صلاح وين صلاح وين صلاح؟ الكويت هذا من الكويت؟ هذا من الكويت؟ هذا ريان من الكويت صلاح؟ ماشي ماشي. شفته؟ وين شفته؟ هذاك هذا انت اثنين. متى؟ صلاح تعرفته ولا لا؟ مشيت ها من حل الكويت صلاح؟ هذا 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 بلا؟ هذا هني هني في الصلاح؟ بلا ايوه هذا كذا. فهمت شو يقول عنك؟ صلاح فهمت شو قال؟ شو قال؟ يقول لي انا اضحك وتاكل وايد. يقول لك صلاح حبيبي ها ما تاكل وايد؟ لا شويه مبين عليك، بسم الله عليك شويه. اسمع حبيبي، الحين ابراهيم يقول ما بيجلس وياك في نفس الحجره، شو رايك؟ لا لا بتروح حجره. يقول انت ليش؟ اخ ما مريض انا. لا ما يناخر. ما مريض انا. تقول انت تناخر. ما انا. منو يناخر؟ هو؟ اول اسد. اسد يناخر. اسد بخليه بات عندي وانت بات ويا ابراهيم. لا لا بمشي الحين. بس اصلا ما اريد ابات عندك، انت تناخر. ها؟ انت تراخر صح؟ ابوي 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 عجيب توك يعني. بدي شو بدي ولا زي بدري بطير؟ ابوي حسوي انت صار قول تشيز. وين التشيز صلاح؟ سمايل. هاي فاهم الموضوع غلط صلاح. ما ينسبهن ما علينا. هذا ابو ابراهيم وزاهب. جاهز ابراهيم؟ وين جاهز؟ حق سيره تايلند. هي ان شاء الله بحيط الله اذا اعطانا عمر. هي نعم. لا الله بيعطيك عمر، ما صابك شر ولا ضر. 40 سنه الحين بيتعود الحمد لله الحين كنديشنات وما صابك شر. يوم تبي روس ليبال في هاك الطفات وهاي الوديان الحين بيجيك شر، ما عليك باس ان شاء الله. الله سلم الله سلم. ما عليك باس ان شاء الله يا ابراهيم. ان شاء الله كم بسير ابراهيم؟ اعطاني 5 ليالي. 5 دايز. ايه 5 دايز ان شاء الله. توفيق. احتمالي هذا جايب لنا الله يحفظكم من امريكا. شط واحد يا ابراهيم. زين شو هذا عادهم؟ تجربه بعيبك مره واحده. زنجبيل. هي 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 اصفر هاي اللي تشوفونها الله يحفظكم. ها الشمق. الشمق هاي اللي كنت من المفروض اسير ويا الجماعه ويا الرقيب ويا الشباب كلهم اسكتلند من مده. كانوا سايرين للمصنع. المصنع هذا يصنعون في سكوتلند مصنع خاص في الغتر هاي اللي هنا الشمق سيار، اسم الماركة سيار. بنزلكم فيديو الحين
عن طريقة التصنيع وعن المصنع. وخلاف أنتوا خلاف بكلمكم عن المنتج هذا إن شاء الله. Audio Jungle. السبب باختيارهم المملكة المتحدة سكوتلند لأنهم يصنعون واختيار المصنع وطريقة التصنيع وانتقاء نوع القطن ونوع الهدوب ونوع الخياطة وكل شيء. شو السبب؟ لأن في المملكة المتحدة هي الأخبر والأجود لصناعة النسيج على مستوى الكرة الأرضية على مستوى العالم، لجل أن الاغتر هاي الشمغ سواء البيض أو الحمر لجل يحافظن على المقاس. توجد جودة مياه في سكوتلند مش موجودة في أي بلد ثاني، فلذلك يضطرون إلى ينقعون الخرق من بعد قصة وتطريز وخدمته، فلذلك يضطرون ينقعون المدة معينة في مياه معالجة وطيبة ونظيفة وفنانة، فهاي المياه غير متوفرة إلا في سكوتلند، فلذلك تقرر إنشاء المصنع في سكوتلند ونوع القص في سكوتلند وطريقة التطريز والخدمة وكل شيء كله في سكوتلند. هذا نوع واحد، هذا النوع الأبيض اللي أنا البشرات الشيء منهن بالخدمة الأولية تحدون الموديل الأولي، هذا أعاده حاليا مش موجود عندهم، هذا بس حقي أنا يابو كم من حبة حقي أنا أرضاء لي بيبون للسوق. خلاص حين الموجودات بلي الهدوم اللي متوفر حاليا قلنا لكم اللون الأبيض هذا، والشمق المتعارف عليهن الحمر، هذا علبهن برتقالية، هالطريقة كل حبة لها نوع ولها مقاس وكل المقاسات موجودة. هذا كرت الضمان مالهن، هذه صفر سيارة. هذه شو ماركتن سيار منتج جيد ما شيء شراته ومضمون، هذا المقاس 55 وتوجد المقاسات الكبيرة والصغيرة، والرقعة اللي يفرق بين وبين أي شماغ هذا ييك ناعم، ما ييك حث ولا حرش ولا الخدمة بارزة، لا منه فيه تحس بك أنها قطع، تحس بالخدمة هذا الأخوار والنقش اللي عليه كأنه متمازج وياه متجانس الحمر بالأبيض. ترى الأبيض روحه، الأبيض هي الأرضية والأخوار اللي عليها الأحمر هاي اللي متعارف عليه، وبينزلون بعد في الكوليكشن الجديد اللي هو الهدوب اللي أنا أحبهن اللي أنا ما ألبس إلا منهن هايل لكن على أحمر، بيكون موجود وطريقة الطلب فقط أونلاين، ما شيء معرض ولا محل ولا دكان ولا لهم وكيل غير أونلاين للطلب اللي يبقى من نوع الأحمر ولا الأبيض، والمقاسات كلها متوفرة 3 أو 4 مقاسات. أنا عن نفسي أستعملهن الحين لي السنة الثالثة من عام الأول من عام والسنة، لا والله سنتين اللي الحين أستعملهن، ولا يصفرن ولا يعولن، وها على ما تشوفونهم رقم واحد. واللي يميز الفكرة مالته منه ما في بروكر أو في وسيط بين المصنع وبين المشتري، على طول من المصنع يوصل لك لين وين ما تكون، تحدد بس أنت تدخل أونلاين وتعرف كيف تطلب. هذا أولا. ثانيا القطن درجة أولى مصري والهدوب إيطاليات، الهدوب مال الأصفر إيطاليات والقطن مصري والخدمة في سكوتلند. هذا تحيدون هاك الأيام نبغي لومية حلوة مزروعة في الشمال عروقها في ديرة ومظللة عيمان.
نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاها الله، وإلى مقام أم الشيوخ الشيخة أم الشيوخ سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة حاكم دبي بمناسبة عقد قران أنجى لهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم. يعلى الله إن شاء الله يرزقهم الذرية الصالح ويألف ما بينهم ويرزقهم إن شاء الله الخلف الصالح يا رب العالمين، ويفرح أمهم وأبوهم الشيخ والشيخة وإخوانهم وخواتهم على عقد قرام ميمون مبارك، وإن شاء الله دبي فرح دبة الحياة، الإمارات كلها فرحان. هذا يوم يقول فرحة وطن، هذا فرحة الوطن. هذا ما وصلنا يا الله يحفظكم بمناسبة عقد قران أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخ حمدان سمو الشيخ مكتوم سمو الشيخ أحمد. هالحلوة اللي صار لا صارت قبلها حلوة ولا بتصير أظني في الدنيا العود. وهاي الثانية أيوة هاي سمعتوا بها الحلوة اللي ترحب اللي ترحب وتهلي هذه هي. يا أبو خاي حتى ما بيهون علي ياكلها ولا بيهون علي يصكها ولا بيهون علي يقولها وين ساير ولا وين جاية. ندوج دواركة دواركة تجوري على طول سيفتي بوكس مال مجوهرات هناك بدنا ولا حد يصكن ولا حد هي سيدة شوي شوي. يا ويلك يا ويلك يا ويلكن يا ويلكن يا ويلكن يا ويلكن لو سيدة في الحجرة هناك الرئيسية وقفلن على الحجرة والصندوق التجوري ما تحرشن ساكن. لا شفتن حلوة هالنمون مرتبة حلوة حلوة لا صارت قبلها ولا صارت عقبها. سمعتوا بها اللي يقولون عنها الضاول الريج؟ هاي من شيفتة الضاول الريج من شيفتة الضاول الريج ما بالك من تطعمها شو بتغدي. هاي يوم يقول لك اللي تبري العليل لي على ينبه هذه ظاهر بوي مغزر مال ظاهر مغزر مال فحدث ولا حرج. يعني الله يهنيهم يطرح البركة في ذريتهم ويهني إماراتنا الحبيبة كلها. هاي يوم يقول فرحة وطن يطرون هاي فرحة الوطن الله يسعدهم إن شاء الله اليوم دوم يعل الفرح ثوبهم وملبوسهم دبة حياتهم يا رب العالمين. أقول لك المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان. المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان. تبع عقب ما يتنا هالحلوة اللي يعاني أبوي من دار لين دير الحلوة اللي شوفها يسر الناظرين شوفها يسر الناظرين. زين يينا الخيمة لأن على ما تشوفون هاي الدنيا كلها مريودة هاي الدنيا على ما تشوفون. دارك يقول لك الخير يتابع والشر يتابع. اللهم لك الحمد اليوم أبو يتنظيفان وحصلوا الكرامة وكرمناهم وكرمونا بيتم وفرحنا بهم. ومن عقب أبو يتبوي حلوات الشيوخ بمناسبة الزواج وعقد القران الميمون زين وعقب ينا ولن يميع الصناديج هالياي. هذا كل خير كل خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. ما علينا في معلومة وايدين يعرفونها أنا تيني منتجات للإعلان اللي يبي يتفود اللي يبي يترزق الله اللي يبي مال مشاريع منزلية الشاعر الصغير المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوم أذيع عنها. انزين يغير الرقم اللي يجي أرقام كبيرة أرقام كبيرة فوق ما تتخيلون من الأشياء هاي اللي يبالها إعلان يغير. أنا شو اللي أعلن عنه؟ ما أعلن إلا عن اللي يدخل هالكور. أعلن عني اللي يوزي ويعيبني وشوف ريحة فنان خبرنا عنه مشروع زين إيجابي راعيه بينبسط وراعيه بيحصل إقبال راعيه بيحصل زبون أعلننا عنه لأن المنتج جيد. فلذلك أعلن فقط عن المنتج الجيد ما عدا ذلك لو الموت لو تنطبج السماء الأرض بنخبركم عن كل شيء
من المشغولات اللي هي تشتغلها تزين الدلال. الدلال عندها دلال ألماني، ألمانيات تعدلهن مثلاً وتحط عليهن كتيبة وأنواع وأشكال، يعني أطقم تسوي شيء قهوة وشيء تسجل عليه ما أدري شو، يعني مشروع، مشروع ناجح، مشروع بنات مدارس، مشاريع منزلية يسمونها. فلذلك يستاهلن الدعم. هاي ودل حق قهوة، ودل حق شاي، ودل حق كرة، حاطة بصنية تنودنياهن. وبالإمكان تسوي مدخن مثلا، ها هذا مدخن وينو، ها هاي طاسة العود عليها خالد الخالدي مثلا، اللي يبقى يقول نحن نبقى طاستنا مكتوب عليها فلان الفلاني أو علان العلاني، والمدخن نفس الشيء بعد. زين اللي موجود المميز سامانهم شو؟ العطورات، عندها 6 أنواع عطورات أحب أخبركم عنها. مدخن مسجل عليه الخالدي، حتى المدخن مسجل عليه الخالدي، ما شاء الله عليك يا الخالدي، كراكك كراكك حامي بدل تبارك الرحمن ما شاء الله. شوف كل مكان حاطينه فيزرين الخالدي عثرته. عطورات الله يحفظكم 6، واحد منهم اسمه عطر سفاير، تتعطرين بس ما يحتاج تدخلين، خلاص ريحته شرات العطر، هو عطر يا غير عبارة كأنك مدخنه، دخونه منه وفيه، اللي هو هذا اللي هو السفاري، سفاير سفاير اسمه. مساعتوني تروح منه، قلت لكم العطورات 6، أول بادي عطر سفاير اللي خبرتكم عنه اللي هو ما يحتاج تدخنين، زين اللي هو هذا، من تتروحين مرة ما متخن لا تيبين قربك لأن ريحته عبارة كأنك متروحة ومتدخنة، زين. شو اسمه؟ زوغة، عطر عتيج قديم، ريحته شرت العطورات الأولية، كأنك متدخنة، متدخنة بعودة، ما في شيء ثاني، ما تظهر ريحة العطر كأنك متدخن بعودة. ثالث الله يحفظكم عطر يسمونه عطر ياقوت، ريحته باردة وغاوي للحر، ما يغدي أول ما ترشه زين وخلاف من يبرد يغدي ما بغاوي، لا من أول ما ترشه لين يبطي في اليم، بعدها التمريحة خفيفة، زين للصبح للدوام، يعني زين ريحته فنة خفيفة. باب من العطورات القوية يسمونه المرجان، المرجان هذا ريحته شرات شرات السويت، يعني السويت الحلاوة، العطر الحلو يعني. هذا كولكشن كامل أبوي عندها راعية البزنس، هذا تسوي الدلال وتسوي المداخن وتسوي الصياني وتسوي شيء اللي الله كاتبه. عطوراتك فنانة وزينة ومميزة، لكن لازم مع هذا تسوين شوية شيء مميز. قالت لجل خاطرك اللي بياخذ الكولكشن 5 المضارب ياخذ 6 بلاش. قلنا لها ابوي يدفع الله الشر والبلاء عنك وعن من تحبين، وهذا كرت الله يحفظكم. خيبه ما شاء الله، هذا كرته ما يباله لا سر ولا تعال، الانستغرام والسناب والواتساب، الجوهره للمشغولات اليدويه، عندها ابوي الترخيص وعندها العلم وعندها الخبر وعندها كل الأمور الطيبة، الله يرزقها ويرزقنا من حيث لا نحتسب. الحمد لله اني لحقت على السحور، الحمد لله رب العالمين، والله اني تطير يتم لهم مرة بيب تدور، والحمد لله ان الله ستر ولحقت. هي والله تريون حد يوم يعديهم ابوي الساعة 1 خلاص، مستحيل 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 لو بيظهر منه بي ما يتريونه هذا ويوهر. سلطان بن احمد بن يباره المرض الاصدقائنا الاوليين، صديق قديم من ايام الطفوله ما شفته من هات السنين، ويايينهم ابوي ضيف شرف اليوم سعاده سعيد محمد بن سعيد القبيسي. هنا يا ابن احمد تعال خلينا منك ولا من طوايف، من وين جيت وتنتيت ابوي صديق الطفوله زمان من ايام الاول ايام الضبعيه ايام الصنادج يا على الله يغفر ابوك ايام يا الله يغفر لابوك يرحمه يا الله يغفر له. ايام كانت جميله، ايام كانت جميله، وكلهم اللي ويانا هاك اليوم كلهم ماتوا ما حد اي والله والله العظيم ما لا باجي انا وهو نحن ترى اصغر اثنين كنا. اقول لك هذا من الرجال ومنهم هذا
قاعد نسوي لزوم انا هذا ايه سيف ايه سيف اسمه وهذاك الرجال هذا خليفة اخويا خليفة اخوك ايه ما اعرفه انا كيف ما تعرفه ما شفته هذا اكبر عنها هذا البكر ما شاء الله هذا خليفة العاد ايه وهذا احمد بن الشيبة ايه وهذا محمد بن داغر والله مليون سيبي بن عمي هذا من هالفنان هذا الجميل هذا الجميل هذا محمد الله يحفظكم محمد بن سعيد بن مسلم القبيسي وهناك الجماعة هيلاك أبوي هذاك هاكا نأخذ العود هذا نأخذه يا حلالي هذا هو مرزوق شيخ السماميج نعم وهذا خليفة من خلاف أو من خلاف مرحبا ولا على الميدان التصوير سؤال يلا تفضل شو قلت بالزراعه ايه نسيت ما ادري كلمه بالزراعه ايه انا ما ادري اختلف المهم كلمه بالزراعه هنا ما تعيد الشريط انا ما اتذكر انا ما شاء الله اتكلم شويه ما اشوفه عندنا الشريط خمس دقائق تكلم حتى من الصداقات الاوليه منو من الصداقات يلا صداقاتنا الاوليه شباب يعني ما نطري لك اللي نحن لحقنا عليهم شواب اكيد ماتوا هيله ايام الويلات واللعبه ايه ايام الزدات وجيت ابو طابوقه وهاي الاشياء نحن هاي اللي احنا طلعنا بخبرك اللي جات ابو طابوقه انا صغار يعني صغار عليهن نحن ايام المؤسسات ال500 وال6.9 اخر زين هي نفس الوقت هي. نفس الوقت من هذه لا زين حتى من هاي اقصد قالنا لو ما كان عندك 500 الحمار الله يا زين اي والله 500 هيدروليك اي الاول ابوي هاي اللي عنده 500 ما شيء ابوي يطح لي بال واللي عنده تليفون في السياره هذه ايه تليفون بشنطه ايه ما زينه ومنزلينه ويانا مطهرينه ويانا اي والله دوم شنطتي حوط الواحد يا ابوي كم انا متولح عليك كم انت جميل يا ابوي يوهر احبك بالله وتقبل الله شكرا مغبوله يا اخي هذا ابوي يوهر والله دعيت لي بس والله نعم دعيت للمسلمين المسلمات اكيد انت منهم انت مبانيان انت مسلم زين اقول لكم هذا من اصدقاء الطفوله الاوليين اي نعم يا اخي ابو محمد طالب منك قدام جمهورك إنه؟ اي واحد يروم يرد حسابي ترى حسابي الانستغرام تهكر مسح كامل ما يهمك اللي يروم يرده بكون شاكر له ولا جائزه من عندي توكل على الله الله يسلمك ان شاء الله اقول لك هذا منو هالفنان هذا عمي ابو سعيد الله يحفظه محمد بن سعيد مسلم القبيسي والله مليون والنعم صاحب والنعم. القلب الكبير اللي ما عرف ابو سعيد ما عرف حد شوف انت اي نعم امانه نعم. لله اللي ما عرف ابو سعيد ما عرف حد سبحان الله يحفظه ان شاء الله امين شكرا يا محمد مبارك شوف لي شوف لي ما يحبك خبر الخبير ما يحبك اكلمك باكر هذا ابوي من واتق هل المشرف ثلاث الوان لونين ثلاثه اربعه ناخذان ابوي عن عشره نواخذه ما تصدقون اسالوه الاربعاء والخميس والجمعه وين كان في البحر ما شاء الله عليك صيام وبحر ايش تسوي عادي ما شاء الله تبارك البحر عادي تروح لاي وقت ما يبقى لا قيض ولا شتاء لا صيام ولا فطر خلاص مثل الدوخه يستوي لك مثل القهوه ادمان لازم يصير البحر سبحان الله الله يحفظك ان شاء الله يا ابو عبد الله رب الله يسرك ويسركم السيد اللي فيه خير لا استانس المره انا اسف زين لف شوي هات بس افتقدناك لا طلعنا منك لا وين افتقدتني ابو كان ما في على البحر الحين في رمضان اي خلاص رمضان ما في بس الجو زين سبحان الله هذا الرجال منو انا ما تعرفه ما ادري صدق والله اذا خلى ابوي اني ما اعرف لا يا رجال عبد الله بن راشد المرا الكندي عمه الدكتور طاهر ايوه عمه الدكتور هذا عاده عمه الدكتور طاهر ما شاء الله بالرغم من الدكتور لكن تلقطونه في كل فرح وكل حزن الحمد لله بالرغم من الدكتور ومشاغل الدنيا وعلم وخبر تلقطه في كل عرس موجود في كل عرس على هالحالة من يجلس يلس ابوي يفلي التليفون فلاي التحرى ما زخه من عشر شهور او يراجع الايميلات كل مسجات ما يخصها في الشغل كل لحي مسجات
رد على فلان وعلان وزيد وعبيد، هل بالطيور هل بالمقانيص هل بالبحر هل بالبر، ما شاء الله عليه حظة من كل اسمك الضب تليفونه هالنمونة، من كل جنسية، من أريتريا من أفريقيا من زنجبار من هل سيمبا أورانجا من خلق الله من كل مكان. بلا هذا خبير مال الطباخ كل شيء كل شيء كل شيء حق الطيار. شوف انت ايه علينا اقولكم ترى ما شيء شرات الكركدي الكركدي ما زين خاصة يوم يهنهنون لشوية صنوبر ويجيك على وجهك القراص شوي وين الصنوبر ما لد ما لد يجيب العافية حرام يني يجيب العافية كركدي يوم بارد وشيرت شوية قالطة ويكون غليظ شوية في قرصة حامض حلو حامض على حلو هذه نزلت فيه القصيدة هذه حامض حلو ناكله البالغ يسلينا والغريب ما ناخذه يرحل ويخلينا. شو اسمه الرجال؟ دكتور طاهر. هذا طاهر دكتور بعد هذا؟ لا دكتور في الدنيا هو تراني يا ابوك تو لا طميمي الدنيا وحين رد لي صرت الا بسته كله ما ادري شو العين ابوك عظم الا بطن عندك ابويا حط لي شويونه ها الحبيب حط شويونه من العصيده هالكثير خاطري ها ان شاء الله كل شيء بطعم منه ايوه عقبها بنص ساعه نعم عربي استنشد عنهم العافيه ترى وين خالد الخالدي موجود موجود صراحة من متابعينك الله يحفظهم ببارك اليوم الصراحة يحفظهم ربهم هذا إنسان متميز يزاهم الله من طيبهم وإحسان هم أكيد أنا متأكد أنهم قالوا هالرمسة 100% يا غير أنت أدري أنت محمات جهنم أنت اللي ما بيازل لك الرمسة ليهم قالوها ليش أنا أعرفك زين ما زين خبزي دي أعرفك والله زين ما زين أعرفك زين ما زين عيل أنت هم بيقولون خالد زين وانت هم بيقولون ولا الضالين أنت بتقول أمين أنت بتقولوا الخيبتين والله أنا أعرفك زين والله أعرف مثل ما أعرف عمري